أحد المواقع هو موقع الويبنت أونلاين، وتظهر خريطته منتصف الشارع بدلا من مبنى. والسبب أن هذا الموقع هو جزء من عمليات الخرق التي يديرها النظام الإيراني من وسط طهران، وهو واحد من أكثر من 70 موقع إلكتروني عثرت عليها رويترز، والتي تدفع بالدعاية الإيرانية إلى 15 دولة، لكن جميع المواقع مرتبطة بإيران بإحدى طريقتين. يحمل البعض قصصا ومقاطع فيديو ورسوما كرتونية، بالإضافة إلى خطابات من زعيم النظام الإيراني علي خامنئي. من الواضح أن هذه المواقع تدعم الحكومة الإيرانية وتضخيم العداء للدول التي تعارض طهران، ولا سيما إسرائيل والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. حملة تشهير وشيطنة ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. المواقع التي تم الكشف عنها عن طريق رويترز هي مواقع تتعلق بقوات الحرس ومخابرات الملل. هناك تقارير عديدة من حملة أكاذيب وشيطنة ضد مجاهدي خلق الإيرانية والمقاومة الإيرانية. وعلى سبيل المثال، هناك موقع باسم السودان اليوم، وهو موقع يبدو أنه يخص الأخبار عن السودان، ولكنه يتضمن تقارير وتخرصات ضد مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية كالعناوين التالية: انتقاد رئيس الوزراء الكندي السابق بسبب مشاركته في اجتماع منظمة خلق، تعرف على منظمة مجاهدي خلق المعارضة لإيران، لقاءات للمعارضة الإيرانية مع مسؤولين إسرائيليين بفرنسا، موقع وزارة الخارجية الأمريكية يزيل وثائق منشورة عن أعمال منظمة مجاهدي خلق. موقع آخر تشير إليه رويترز هو وكالة يمن بريس، حيث ينشر نفس قصص النظام باللغة الإنجليزية تحت عناوين موقع وزارة الخارجية.